أياما حبهم روح لذاتي ولذة وصلهم ماء الحياة وجنة قربهم ريحان روحي وطاعة أمرهم كهف النجاة ونور صفيهم جذب الحيارى وعطف عطائهم كالمرسلات لأنتم رحمة المولى تجلت لأهل الأرض يا خير التقات وآيم الله أعطيتم مقاما له خرت جبال الراسيات وكنتم بالخلافة أهل عزم وحار الحاقدون من الثبات فنور الدين ثم بدا بشير وناصر ثم طاهر ذو الهبات.